السلام عليكم، كيف حال الشباب؟ طبعا اليوم نزل اعلان جراند 6 الرسمي من شركه روك ستار. حلو الكلام. كان من المفترض انه الاعلان ينزل بعد ساعات من تصوير هذا المقطع، يعني على الساعه 4 العصر و3 وهكذا، بس اللي صار انه الاعلان امس بالليل على الساعه 2 و3 بالليل تسرب، فروك ستار قبل 10 ساعات قررت انها تنزله لانه تسرب اوريدي، فقالت خلينا نلحق حالنا، وب 10 ساعات جابت 54 مليون مشاهده على الاعلان. تخيلوا هذا الرقم. فالان راح اوريكم الاعلان ونحلله مع بعض، وترجمه عربيه راح يكون وباعلى جوده. فمشاهدة ممتعة، لايك اشتراك تفعيل زر الجرس، ليتس جو. جاهزين؟ الآن راح نشغل الإعلان بأعلى جودة 4K ومترجم عربي، الترجمة شغالة، فليتس جو. طبعا لقطات الأوفر راح نغطي عليها. جي تي اي 6. هاي البطلة. طلعت من سجن أو انسجنت يمكن. وهي العالم ميامي. مدينة ميامي. شوف الجرافيك، اوف. اللقطات بغطيها طبعا، بس الجرافيك خيالي، لمعة الجسم، الوجه، التفاصيل، سيارات، الجرافيك رهيب رهيب. تقدر تنزل فيديوهات على السوشيال ميديا كأنه بعالم اللعبة وتجيب لايكات واشياء. شايفين كيف؟ تقدر تصور اشياء معينة وجنب اسمك في فولو، يعني معقول عاملين منصة لهم؟ منطقة طينية. سيارات الشرطة شكلهم جديد صح؟ الطريقة الوحيدة نتجاوز هذا ان نبقى معا، نسوي فريق. اوه يا ولد الجرافيك خيالي خيالي. تراست باي سيتي، باي سيتي جي تي اي في اي، جي تي اي 6 كامينج ب 2025. الحمد لله ما طولت اكثر، ب 2025 اللعبه راح تنزل، والكلام المعروف حاليا انها راح تنزل للكونسل فقط مو للبي سي للاسف. فيا رب لو نزلوها للبي سي يا رب يفاجئونا، بس ما اتوقع تنزل على الفور، اتوقع على الفايف وجهاز الاكس بوكس القوي في الاخير، يعني لانه الفور اتوقع ما يتحملها لانه اللعبه جرافيكا جبار. اقوى جرافيك اشوفه حاليا بلعبه. شوفوا كيف التفاصيل، شوفوا كيف الجسم، تفاصيل حقيقيه عاملين الشوارع، شوفوا الالوان، كله واقعي. شوفوا التفاصيل، الوجه، كل اشي مسوينه بالتفاصيل الحقيقيه، فعشان هيك طولوا، يعني حرام يطولوا يجيبوا لك جرافيك خايس، مستحيل تزبط معهم. حتى الشعر يتحرك بطريقه غير، شايفين؟ ركزوا ركزوا هون، تمسيح، اللعبة فيها تمسيح، تمسح دخل على المحل تمسح بالمحل. شوف هون الجرافيك كيف، منطقة طينية، اتوقع منطقة كلها تمسيح ودرفتات وبكمات كبيرة. يا اخي حماس، والله حماس. طبعا الابطال معروفين، البنت لوسيا وحبيبها او صاحبها، فالقصه راح تكون مركزه على لوسيا اكثر، البنت، فاول مره تكون جراند بطلها الرئيسي بنت، فاتوقع انه فيها مشكله بالنسبه لنا، بس يلا بنمشي عادي، المهم اللعبه تكون حلوه. اوف 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 اوف، اجواء. طبعا هذا تريلر ما ورانا طريقه الجيم بلاي واللعب، بس اعطانا تلميحات على الشخصيات، ورانا نظره للشخصيات والعالم وقوه الجرافيك. التريلر الثاني، الاعلان الثاني اتوقع راح يكون فيه عن المهمات وعن القصه وعن طريقه اللعب، فالاعلان الثاني راح يكون اهم اكثر من هذا الاعلان. هاي لعبه ولا حقيقه؟ تجاعيد، اللحيه بالضبط عاملينها خفيفه، الشعر، يعني بتحس التفاصيل صح مو لعبه يعني. شوف كيف؟ الشامه صح والحواجب وكل شيء. فبالنهايه اللعبه استاهلت الوقت اللي اخذته. فراح تنزل رسميا للعبه ب 2025، وحاليا اللي نعرفه انه راح تنزل للكونسل الفايف والاكس بوكس الاخير. البي سي قالوا لا، بس ان شاء الله انهم يفاجئونا ونزلوها للبي سي، لانه حرام لعبه زي هيك ما تنزل على البي سي، البي سي ابو الجرافيك انتم عارفين كيف. انا مستغرب الاعلان كان من المفترض انه ينزل اليوم العصر بعد كم ساعه من تصوير لهذا المقطع، بس تسرب امس بالليل، تسرب على 2 او على 3 بالليل، فروك ستار انجبرت تنزله. شايفين كيف نزلوه قبل 10 ساعات؟ فبالنهايه روك ستار قاعد خلص تسرب، خلينا ننزله بسرعه ونلحق حالنا. جابوا 52 مليون مشاهده ب 10 ساعات، 52 مليون ب 10 ساعات، اقوى الافلام ما جابوها، اقوى الافلام اعلان رسمي لفيلم معين ما جابوا لهذا الرقم ب 10 ساعات، فهذا بيثبت قوه الجمهور وقوه اللعبه وقوه شركه روك ستار. طيب الان بدنا نشغل الفيديو بطيء. ليش؟
انا بقول لك ليش، عشان نشوف التفاصيل اللي ما شفناها. اقول لكم عصافير، عصافير حمام نسور، هذا شكله نسر او صقر. هلا تشوف الشمس كيف منعكسة على وجهها، اتوقع بتكون محبوسة لابسة اصفر صح او برتقالي عفوا. هاي محبوسة، شايفين كيف؟ هل تعرفين سبب وجودك هنا؟ بتقول لها هاي تاعت السجن. حظ سيء، انو حظ سيء تكون قاتل القتيل وماشي بجنازته. شوفوا عالم البحر والشاطئ، يعني روك ستار بريزنتس تقدم. شوفوا شوفوا البنايات، الوضوح. طلع هذه شو هذا العصافير؟ لقلق ولا شو اسم الطيور هذه؟ يعني انا غطيت هون على البنات اوكي، بس لاحظوا هذا المعضل كيف تفاصيل الجسم تاعته تلمع حقيقة من الشمس. طلع كيف جبار. شوف هون كيف بالليل الجسم كمان واضح. هاي اصلا البطلة لوسيا. هالمنطقة زي مقر عصابات او تعديل سيارات، شايفين كيف سيارته وردية والوان واشكال، وهون شخصيات اللي عارفينه من تتعين الهياط وما الهياط، شايفين مرقص يعني. هذا مسوي اسنانه ذهبيات، طلع قاعد على الارض ومعاه اغراضه واموره تمام والناس تمشي وحياة، حياة عاملين حياة حقيقية مو بس لعبة. اوكي حفلات، هاي للمهمات الطيارة اكيد. معقول شو فاي سيتي؟ في فاي سيتي فيها؟ شايفين اسم الحساب؟ انت بتقدر اتوقع تصور مشهد باللعبة وترفعه على مكان اللعبة عمليته، كان مثلا تويتر وهي المنصات، بس ما راح تكون منصات حقيقية، ممكن برنامج او موقع روك ستار عمليته بخص اللعبة. تصور لقطات وتنزل عليه ويصير الناس تتفاعل معك باللقطات، فهمت علي؟ لانه هي هذا الشخص مثلا رافع فيديو وهكذا. هاي مكان للهجولة والتفحيط وحركات. هذا التمساح مش عارف شو يسوي بالمحل، اكيد من منطقة طينية زي التمساح اللي بردت صح؟ بس هو راح يكون اكيد اذكى، يعني يمشي ويتحرك ويهجم اكثر ويفوت على اماكن. هاي اللعبة راح تكون فايعة اكثر من جيتي 5، يعني في اشياء راح تضرنا وراح نتضايق منها اكيد، يعني فيها راح تكون اشياء مبالغ فيها اوفر، الافلام اللي تجي على نتفليكس وافكارها موجودة راح تكون باللعبة للاسف. بس ان شاء الله القصة تكون قوية تستاهل الوقت اللي استنيناه فيها يعني. اوكي هاي موجود بجي تي 5 نفس الدرجات بس بشكل ثاني، فيزيائية جديدة للسواقة اكيد يعني. هذول الابطال لوسيا واللي معاها، هذا مكان بيع اسلحة شفتوه؟ ايوه جن شوب، جن شوب لبيع الاسلحة. حلو اتوقع سيارتهم الاساسية اللي بتكون بداية اللعبة. هاي بتحفز فيه بتقول له تثق فيا عشان المهمة القادمة، راح يسرقوا. لا تتوقع اللعبة تنزل على البي سي او روك ستار تفاجئنا بوقت نزولها تقول خلاص قررنا ننزل على البي سي، فانا اتمنى نزول على البي سي لانه اسهل وافضل من ناحية الجرافيك من ناحية المحتوى والاشياء هاي. فاعطونا رايكم باللعبة بالتعليقات وكم نسبة حماسكم من 10. وبس شباب بالنهاية لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. مع السلامة.